في هذا النهر اغطسوا، اغمروا أجسادكم وطهروها بعد أن نجست الحياة، ومن هنا اشربوا ما استطعتم لابتلاعه سبيلا، ففيه الشفاء حتى وإن ظننتم أن الأوساخ والتلوث فيه ستقتلكم، ولا تكترث للبكتيريا الخارقة مقاومة المضادات الحيوية في هذه المياه التي عليكم أن تحاذروا رؤية قذارتها بأعينكم، بل انظروا إليها بقلوبكم وأرواحكم وانتظروا الآلهة، فهي قادمة لتطهركم من الخطايا وتمحو أمراضكم. وكلما أسرفتم في التطهر والغطس والشرب، كلما زادت حصتكم من رضا الغيب وثرواته التي ستعجزون عن إحصائها. وحتى نساؤكم سيصبحن صالحات إن تعروا تحت مائي، وإياكم أن تظنوا أن هذا نهر، بل هو كائن حي يفوقكم رتبة ودرجة، فأنتم البشر الخطاؤون وهو الكائن الحي المقدس القادم من الجنة. كل ما رأيته وسمعته للتو ليس طقوسا من مجاهل الغابات قبل آلاف السنين، ولا شعائر يجبر الكهنة بسطاء القوم عليها في قرون الظلام، بل طقوس دينية لملايين البشر في عالمنا اليوم، حيث ما زالت الأنهار المقدسة تلعب دورا كبيرا في حياة أتباع بعض الديانات، رغم ما أصابها من هول التلوث وسموم التصنيع والنفايات الحضارية. وفي هذا الوثائقي سنتعرف على أنهار ما عادت أهميتها تتجسد بكونها مصدرا مائيا للبشر، قامت حضارات الإنسان على ضفافها، حيث يتوفر الماء ويمكن الزراعة وتنمو الحياة. إلا أن هذا العرفان بالجميل للأنهار تحول لدى بعض البشر منذ قديم الزمان حتى قرننا 21 باعتبارها مقدسة تغسل الآثام وتطهر الأرواح، أو حتى ربما آلهة بحد ذاتها. حولها أتباعها ومحبوها بمعظمها لكائنات قاتلة تفتك بالعديد ممن يحجون إليها بحثا عن الهدى أو الرحمة. ولأن لآسيا حصة الأسد من الأنهار المقدسة، نبدأ منها، وخاصة الهند التي باتت تحوي أكثر أنهار العالم المقدسة تلوثا. فهذا نهر الغانج أكبر أنهار شبه القارة الهندية، يتدفق لمسافة تزيد على 2600 كيلومتر شمال الهند، وينبع من جبال الهيمالايا الغربية في ولاية أوتاراخاند الهندية، وينتهي بدلتا مليئة بالغابات قرب مصبه في خليج البنغال ببنغلاديش، وهو أحد الأنهار السبعة المقدسة في الهندوسية جنبا إلى جنب مع أنهار جودافاري ويامونا وسرسفاتي والسند ونرمادا وكافيري. لكن للغانج على كل هذه الأنهار درجة، فهو بالنسبة للهندوس الآلهة الأم غانجا نفسها، وفي كل عام يقصده عشرات ملايين الهندوس حجاجا من كل بقاع الأرض، فيلقون بأنفسهم فيه ثلاث مرات للحصول على الطهر النفسي وغفران الذنوب في طقس غسل يشبه العبادة مع الترانيم الموسيقية. كما يستحب أن يشرب طالب الطهارة من ماء حتى يبرأ من الأمراض، وتحقق الآلهة كل طلباته بما فيها الصحة والمال والبنون. وتوجد على ضفافه أماكن كثيرة ونقاط مختلفة يحج إليها الهندوس، من أهمها هاردوار والله أباد وفاراناسي. وإذا ما انتهينا من قداسة نهر الغانج عند الهندوس، ربما علينا أن ننظر إلى قذارته التي ربما ينظرون إليها ولا يرونها أو لا يصدقونها، رغم أن هذه المياه باتت تعتبر من أكثر الممرات المائية تلوثاً في العالم. ففي مياهه يتم تفريغ حوالي 3 ملايين لتر من مياه الصرف الصحي يومياً، وإليه تنتهي نفايات المدابغ والمصانع الكيميائية ومصانع النسيج والمجازر وحتى المستشفيات. وللمفارقة فأن مقدسي النهر يتصدرون أسباب تحوله لقاتلهم، والقصة ببساطة أنه عندما يأتي عشرات الملايين للغطس فيه وتطهير أنفسهم من الخطيئة، يقدمون أيضا للنهر قرابين من الطعام والزهور يتم وضعها في الماء في صناديق صغيرة من الورق المقوى على قطع من البلاستيك، وتترك لتنجرف في اتجاه مجرى النهر. ونظرا إلى أن هذه الزهور معالجة بمواد كيميائية لإبقائها مشرقة ونضرة، فإن هذه القرابين تحول مياه النهر لمرتع للمواد الكيميائية السامة. ويبقى ما هو أشد خطورة في مياه نهر الغانج، بأن الهندوس يعتبرون ضفافه واحدا من أكثر الأماكن التي يستحب الموت فيها وأحراق الجثث على سطحها، وبعد حرقها توضع البقايا في النهر وتترك لتطفو في اتجاه مجرى النهر، ف
فيما لا تحرق جثث من هم أصغر سناً. وبدلاً من ذلك يتم لفها بقطعة قماش بيضاء وترسل في مجرى النار. وقد وصل الأمر لإصدار مواقع متخصصة إحصائية تقديرية تحدثت عن 40,000 جثة يتم حرقها كل عام في فرناسي فقط، وهي أقدس مدينة على طول ضفاف نهر الغانج. ومع ازدياد سمية النهر وتسببه بتسمم ومقتل الكثيرين، عمد علماء إلى أخذ عينات من مياه النهر لتحليلها قبل أن يتبين أن من بين السموم القاتلة الكثيرة في مياه النهر تعيش ما تسمى بالبكتيريا الخارقة التي تقاوم معظم أشكال المضادات الحيوية، كما أن النمو السكاني على ضفاف نهر الغانج بسبب قداسته أدى إلى زيادة استخدام مياهه، مما تسبب في إجهاد النهر الذي بات يتأثر أيضاً بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، حيث من المتوقع انخفاض مستويات المياه في نهر الغانج مستقبلاً. وإن بقينا في الهند إلا أننا سننتقل من الغانج إلى نهر يامونا المعروف أيضاً باسم جمنا، ويمر عبر العاصمة الهندية نيودلهي، ويعد حتى اليوم مصدرا رئيسيا لمياه الشرب لأكثر من 20 مليون شخص. وهذا النهر يامونا من شدة قداسته عند الهندوس بات بالنسبة لهم آلهة بحد ذاته، ويستحم الملايين منهم في مياهه بانتظام على أمل أن يؤدي ذلك إلى تطهير أرواحهم، حيث يقصده ملايين الحجاج الهندوس من أجل خصائصه الروحية المزعومة، إذ يستمرون في الاستحمام والشرب منه حتى بعدما يكون النهر طوفا من الرغوة السامة التي تتشكل عند مرور النهر عبر المناطق الحضرية والصناعية. ورغم إدراك حجاج النهر بأن المياه ملوثة للغاية، إلا أن اعتقاد كثير منهم قاطع وثابت بأن ممارسات التطهير الطقسية ستحميهم من الإصابة بالأمراض المعدية. وإن تتبعنا نهر يامونا من منبعه فهو يبدأ صافيا عذبا، لأن مصدر مياهه ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا، لكن ما إن سير مع مجراه قليلا حتى يتحول إلى أكثر أنهار الهند تلوثا، حيث يتم التخلص في مياهه يوميا من 800 مليون لتر من مياه الصرف الصحي، إضافة إلى 44 مليون لتر من النفايات الصناعية التي تحمل عديد أنواع البكتيريا وتسبب مجموعة كبيرة من الأمراض المعدية والقاتلة. ولنا أن نتخيل مقدار سمية مياه نهر يامونا بعد أن نعلم بأن أي كائن مائي عاجز عن العيش في المياه الملوثة للنهر، خاصة في المنطقة القريبة من العاصمة نيودلهي. ومن الهند ننتقل إلى نيبال في آسيا أيضا، حيث نهر باغماتي المقدس عند كل من الهندوس والبوذيين. فهذا النهر المتدفق عبر كاتماندو عاصمة نيبال ليقطع الجبال وصولا إلى الهند، ما زال منذ قديم العهود مقصدا للحجاج الهندوس والبوذيين الذين يزورون المواقع الروحية على ضفاف النهر من أجل التأمل وإجراء الاحتفالات الدينية والبحث عن الخلاص. ولأن ضريبة قداسة النهر أن يتحول لمياه قاتلة بدرجة عالية من السمية، بات نهر باغماتي في نيبال من أكثر الأنهار تلوثا في العالم جراء إلقاء مياه الصرف الصحي وأكوام القمامة مباشرة في النهر، ما حول مياهه إلى سوداء ورطبة وغير صالحة للشرب وغير مناسبة للتنظيف. إلا أن هذا لا يمنع كثيرا من مريدي النهر خاصة من الهندوس لتنظيف جثث أحبائهم فيه، حيث تقع على ضفافه العديد من المعابد الهندوسية المقدسة، وعادة ما يقصد الحجاج باغماتي في شهري يناير وفبراير، فهي مناسبة للتطهر والتراجع عن الخطيئة وغسل الروح، إضافة إلى الغطس فيه والشرب منه أيضا على الآلهة تشفي أمراضهم وتعالج سقمهم. وهذا ليس حال المتدينين فقط من الهندوس، بل ما زالت مياه نهر باغماتي هذا موردا لمياه الشرب ولسقي حقول الأرز في القرى على ضفافه، ما يحدو بآلاف المتطوعين التجمع بشكل منتظم لتنظيفه بشكل دوري. ومن أغرب المعتقدات حول نهر باغماتي في نيبال ما يحدث ضمن مراسم مهرجان مدهاف ناريان الذي يقام كل عام ويستمر على مدار شهر، حيث تقف نساء على جانبي النهر بردائهن الأحمر وشعورهن المنسدلة لينتظرن اللحظة التي يقرر لهن فيها النزول إلى النهر للدعاء والصلاة وأخذ البركة، ليبدأ المهرجان بتدحرج النساء على الأرض ثم يستحممن في قداس جماعي مقدس وهن صائمات،
وفيما بعد تصلي النساء غير المتزوجات للحصول على زوج صالح، بينما تصلي المتزوجات من أجل طول أعمار أزواجهن. أما الرجال فيرتدون الملابس البيضاء ويكرسون أنفسهم للصيام الديني من أجل رفاهية الأسرة، وكذلك من أجل نفوس المغادرين الذين فقدوا حياتهم. ولنبقى في آسيا، لابد من الحديث عن النهر الأصفر المقدس في الصين، ويعرف أيضا باسم نهر الهوانغ أو النهر الأم باعتباره مهد الحضارة الصينية، ويمتد على مسافة أكثر من 5000 كيلومتر من هضبة التبت إلى مصبه في بحر بوهاي. ورغم أنه أقل تلوثا بكثير من الأنهار المقدسة الأخرى في شرق آسيا، إلا أن القيمة الروحية الكبيرة له لدى الصينيين تجعله من بين أهم الأنهار المقدسة التي تدور حولها الأساطير، وبينها أن من يسيطر على هذا النهر يسيطر على الصين كلها. ويقال إن أسلاف الصينيين اليوم كتبوا أولى أحرفهم على قواقع السلاحف قرب ضفافه الموحلة، أما اسمه فيعود إلى الإمبراطور الأصفر الأسطوري الذي عاش بجواره واعتبره الصينيون مقدسا. وقد كانوا بحسب مصادر التاريخ يقدمون له كل عام فتاة جميلة كقربان، كما ارتبط هذا النهر بشخصية الفيلسوف كونفوشيوس الذي ولد بجواره وتعود إليه الديانة الكونفوشيوسية. ومن أنهار آسيا المقدسة أيضا يطل بمياهه نهر الميكونغ في تايلاندا، ورغم أنه ينبع من هضبة التبت ويجري عبر أراضي دول آسيوية عدة، إلا أنه لا يكتسب قداسته إلا عندما يمر في تايلاندا، حيث تدور الأساطير حوله هناك جراء اندلاع النيران من سطحه. ورغم تفسير ذلك بأنه نتيجة غاز الميثان، إلا أن القصص المختلقة حوله ما زالت تكسبه طابع الغرابة والقداسة. وعلى الحدود العسكرية بين الكوريتين الشمالية والجنوبية يمر نهر إيمجين أو ريمجين، الذي بات يعرف أيضا بلقب نهر الأموات جراء ما يشاع عن وجود أعداد كبيرة من جثث الكوريين الشماليين ملقاة فيه. في كوريا الشمالية يسمونه ريمجين، بينما يطلقون عليه إيمجين في كوريا الجنوبية، وقد كان شاهدا على مجازر الحرب الكورية وحروب أخرى في قرون مضت. ورغم الخلاف على اسمه، إلا أنه يكتسب قداسة من قبل الشعبين في الكوريتين، حتى أنه يوجد هناك أغنية شعبية شهيرة في كوريا الشمالية تغنى لهذا النهر، وهي ممنوعة الآن في كوريا الشمالية لأنها تعبر عن مضامين متعلقة بالحرية، كما أن هذه الأغنية ترفض فرقة وخصومة البلدين. وفي أفريقيا بدولة نيجيريا يبرز نهر أوسون المقدس، الذي يتدفق عبر غابة تم تصنيفها من ضمن مواقع التراث العالمي لدى اليونسكو، ويطلق على هذه الغابة اسم بستان أوسون المقدس، وهي بحسب معتقدات الشعوب هناك الموطن الروحي لآلهة النهر وآلهة الخصوبة التي تحمل الاسم نفسه. ولأن البستان والنهر المقدس يقعان قرب مدينة أوسوغبو، فقد بات البستان والنهر مهمين للغاية لشعب اليوروبا الذي عرف بإنشاء مناطق مقدسة قرب مستوطناته. ورغم أن النهر يحظى بقداسة كبيرة من قبل النيجيريين في الجنوب، إلا أنه يتعرض لتهديد دائم بالتلوث الناجم عن التخلص من النفايات والأنشطة البشرية الأخرى، وبينها عشرات مناجم الذهب غير القانونية التي تملأ النهر بالمعادن السامة. وإذا ما تحدثنا عن أنهار مقدسة في قارات أخرى لم تنل منها كثيرا لعنة التلوث كأشباهها من الأنهار المقدسة في آسيا وأفريقيا، يبرز في نيوزيلندا نهر وانغانوي الذي يعد ثالث أكبر نهر في البلاد، وما زال موردا طبيعيا حيويا يتدفق عبر الجزيرة الشمالية، وهو مقدس لدى شعب الماوري أي السكان الأصليون لنيوزيلندا. وأغرب ما في قداسة نهر وانغانوي لدى الماوري بأنهم يعتبرونه حيا يتنفس ويكرسون جهودهم لحمايته، ولهم مقولة مشهورة: أنا النهر والنهر أنا، حتى أنه بات أول نهر في العالم يحصل على حق الاعتراف به ككائن حي، بعد أن ناضل شعب الماوري على مدار 170 عاما للاعتراف بنهر وانغانوي كأحد أسلافهم. وفي عام 2017 أصدرت نيوزيلندا قانونا يمنح نهر وانغانوي مكانة شخصية ليصبح بذلك أول نهر في العالم يمنح الحقوق القانونية التي يتمتع بها الإنسان.
ورغم غرابة الأمر، إلا أنه كان قانونا ذكيا من الحكومة النيوزيلندية لحماية النهر من التلوث أو التسبب بأضرار له، إذ إنه باعتباره شخصا فإنه يمكنه مقاضاة من يتعدى عليه. وفي أمريكا الجنوبية ربما علينا أن نرى نهر أوروبامبا بعيون شعب الإنكا، حيث تعد جبال الإنديز في بيرو موطنا لوادي أوروبامبا المعروف أيضا باسم وادي الإنكا المقدس. ولأن نهر أوروبامبا يمر عبر الوادي المقدس الخصب في بيرو، يعتقد شعب الإنكا أن النهر يعد انعكاسا مباشرا لمجرة درب التبانة في السماء، وبذلك فهو نهر سماوي. ويتدفق النهر على طول المركز الروحي لثقافة الإنكا، ويمر بمعالمها السياحية الشهيرة مثل ماتشو بيتشو موقع الإنكا القديم، وكذلك معبد راكشي. وبحسب معتقدات الإنكا، فإن النهر نقطة تجمع لمياه الأرض التي من شأنها أن تغذي السماء. وأثناء مرورنا على أمريكا الجنوبية، لابد من زيارة نهر الأمازون الذي يعد ثاني أكبر نهر في العالم من حيث الحجم والعمق بعد النيل، وهو خال من الجسور تماما لأنه يمر بمناطق قليلة المدن ذات غابات ممتدة. ولغاية اليوم تنسج كثير من الشعوب في أمريكا الجنوبية حوله الكثير من القصص والأساطير التي تدل على مكانته منذ القدم، ومن بينها أسطورة الدولفين الذي يعيش بجوار النهر ويغوي النساء عندما يتحول إلى رجل. وفي أمريكا الشمالية وتحديدا بالولايات المتحدة الأمريكية يبرز نهر الميسيسيبي. وبالعودة إلى لغة الهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا، فإن معنى كلمة ميسيسيبي هي النهر العظيم، ما يؤكد قداسة هذا النهر لدى السكان الأصليين الذين اندثر معظم عرقهم. وإذا ما توجهنا إلى أوروبا، لابد من الغوص قليلا في مياه نهر الراين الذي يعد أحد أهم وأطول الأنهار في القارة الأوروبية جراء مروره عبر سويسرا، فرنسا، ألمانيا، ليختنشتاين وهولندا. ورغم الاحترام الذي تكنه له شعوب أوروبا التي يمر منها، إلا أن الراين يرتبط خصيصا بالعديد من الأساطير الألمانية المتوارثة مثل أسطورة حورية البحر لوريلي التي تظهر أحيانا للبحارة وعابري النهر عند منحدر صخري شاهق يعرف بنفس الاسم، فتكون السبب في اختفاء سفن هؤلاء البحارة عند ذلك المنحدر. كما تقول أساطير أخرى أنه يحتوي على كنوز لا حصر لها من الذهب والمعادن النفيسة التي كانت تسرقها القبائل في العصور القديمة. وكي لا نبقى بعيدين كثيرا، لابد من العودة إلى مياه أنهار الديار، فلمناطق العرب أيضا حصة من قداسة الأنهار وإن اختلفت شعوبها بالتعاطي معها. ونبدأ من نهر الأردن الذي يربط البحر الميت بالبحر الأبيض المتوسط، ويمر عبر فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، وله أهمية روحية وقدسية باعتباره موقعا للمعجزات في كل من اليهودية والمسيحية لأسباب مختلفة، وبينها ما يعتقده البعض بأن النبي عيسى عليه السلام قد تعمد فيه. كما يكتسب نهر الأردن روحانيته لدى اليهود بأنه كان على قدمائهم عبور النهر كخطوة أخيرة للعثور على الحرية بعد سنوات من التجول في الصحراء، وهو الآن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويمكن لأتباع الديانتين اليوم دخول النهر رغم تلوثه الشديد. وما زال نهر الأردن يعاني اليوم كنتيجة مباشرة لاستغلال مياهه بالكامل من قبل الإسرائيليين منذ عقود، ما جعل النهر اليوم أكثر ضآلة مما كان عليه في السابق مع تحول لون مياهه إلى اللون البني الباهت. وفي مصر والسودان، لابد من الحديث عن نهر النيل، أحد أهم وأكبر وأشهر الأنهار في العالم، فحوله نشأت الحضارة الفرعونية والنوبية والكوشية وكثير من حضارات إفريقيا في الحبشة وجنوب السودان وأوغندا. ويحكي لنا التاريخ الكثير من الأساطير عن نهر النيل، بينها قصة عروس النيل التي توهب له في الزمان القديم، وأن النهر ينبع من الجنة مباشرة قبل أن تكتشف منابعه الحديثة. وحتى يومنا ما زالت تقام طقوس شعبية في مناطق ريفية بمصر والسودان تتعلق بالنيل في احتفالات الختان والأعراس وغيرها من المناسبات الشعبية. وفيما يتعلق بالجانب الديني، فقد تكلمت عن النيل أيضا الكتب المقدسة،
مثل قصة النبي موسى عليه السلام الذي وجد في سلة بعد أن ربته أمه بالنهر، كما تمت الإشارة إليه في القرآن الكريم رغم أن اسمه لم يذكر صراحة، وذلك في قوله تعالى: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وفي سوريا والعراق لا بد من أن نعرج على مياه نهر الفرات الذي كان سبباً في حضارات بلاد الرافدين القديمة مثل الآشورية والبابلية، وتعد المندائية أكثر الأديان تقديساً لنهر الفرات، حيث يتم التعميد في مائه لدخول المندائية على اعتباره أحد أنهار الجنة. وفي الإسلام بحسب ما ورد جاء في كتاب بدء الخلق في صحيح البخاري بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الفرات والنيل هما من أنهار الجنة. وفي نهاية هذا العمل الوثائقي يتضح بأن الإنسان الذي لطالما اعترف بفضل ما من عليه الخالق من مياه الأنهار في وجوده وبناء حضاراته، إلا أنه رد الجميل في كثير من الأحيان بتلوث وفي بعض الأحيان بأساطير، وحول أنهارا اعتقد أنه يقدسها ويحبها إلى مياه قاتلة.